بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، باسمي وباسم جميع أعضاء جمعية نخيل لمستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وباسم ساكنات دوار تاكونتافت أيت معلا. أولا كنشكر جميع المحسنين اللي ساهموا معنا في هذا المشروع، سواء اللي ساهموا ماديا ولا معنويا، كنشكرهم جزيل الشكر. هذا المشروع ديال الطاقة الشمسية هو مشروع ديال تجهيز بئر دوار تاكونتافت أيت معلا اللي كتشرف عليه جمعية النخيل لمستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية. اليوم ولله الحمد بدينا في المشروع، يعني بغينا غير سميتو بغينا ننقضوا واحد 30 هكتار تقريبا ديال الأراضي، واحد 3000 ما يقارب 3000 من الأشجار يعني متنوعة. وبدينا المشروع مازال ما كملنا في سميتو في التمويل ديالو، ومازال يدنا مفتوحة لجميع المحسنين اللي بغاو يساهموا معنا في هذا المشروع باش نكملوا التكلفة الإجمالية ديال المشروع اللي الحمد لله بفضل الله ثم بفضل المحسنين أننا قدرنا نفروا واحد نصف المبلغ او اكثر من ذلك. الحمد لله. لهذا اوجه ندائي مجددا للمحسنين، جميع المحسنين، باش يتعاونوا معنا في هذا الخير باش ان شاء الله ننجحوا هذا المشروع اللي هو كما قلت اليوم انه شهد سميتو غادي يشهد الانطلاقه ديالو للساكنه ديال الدوار، فرحات به بزاف ولله الحمد. كنت طلبت ديالك تكمل من المشروع اشكو وساي كمل المشروع مدناتي كاع الضعفاء ودارسين اللي والو، الله يجزيكم بخير على الخيرات اللي تكرم عطوني خلص ربي الدار ديال ربي تبارك وتعالى كل ما يساهم الخير سيمي كولا كي قال هذا سي خلص ربي هذا سيمي ربي غير الميزان المقبول. لو كنا نلقى الضعفاء الله يجزيكم بخير، اصغاري قور الاشجار كله قرمت امانو رلين كوني تساهم بدي داخل الخير عطوني خلص ربي. باب المساهمه باقي مفتوح بالنسبة لمدن دا سولارا لينا دين خصها من غا المشروع، يعني المشروع ورتا يكمل. نذكر كان تسهيلات الشركة المكلفة، عرفت نشكر ورانتا الشركة المكلفة ب ب بالمشروع، مشروع الطاقة الشمسية. نشكر الأعضاء سورا مدن دا دوش كانين خدم دين غا المشروع هاد. يوم كذا قال الخيرات. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبدوري أشكر هؤلاء المحسنين على نفقاتهم وصدقاتهم، الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالهم وفي أعمارهم وفي أموالهم وفي أوقاتهم. ما تنساوش تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.